السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت كده واضح؟ الصوت واضح؟ طيب تمام، إن شاء الله هنبدأ مع بعض. هنتكلم عن إن شاء الله البيم والاستدامة. دي جزء من وركشوب عن إدارة معلومات البناء الذكية تبع الديجيتال فيوتشر، ودي منظمة عالمية مهتمة بنشر العلم بشكل مجاني. وهتلاقي إن شاء الله شوية محاضرات كويسة جدا في الورك شوب. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على الاستدامة. المحاضرة بتاعت بكرة للمهندس أحمد جمال عبد الجواد هيتكلم إزاي تبدأ حياتك المهنية في مجال الاستشارات والكونستراكشن، مجال الـ AEC. وبعد كده ان شاء الله ثالث يوم مع المهندس مصطفى عماد هيكلمنا عن ربط البيم وجي اي اس. مصطفى من الناس المتميزين وشاطرين في مجال البرمجه، واحمد جمال برضو الاثنين اتعلمت منهم برمجه. وبعد كده نتكلم مع المهندس مصطفى جبر عن البرمجه بدون كود. ناس كثيره جدا بتحب البرمجه بس هي مش عايز تدخل في اكواد وشفرات وسي شارب ودخلنا وتعقدنا والحاجات دي كلها، فهو هيكلمنا عن حاجات ازاي ان احنا نبرمج بدون كود، بدون ما تقعد تكتب كود زي ما بنعمل مثلا في برنامج الداينامو، وبنعمل في برنامج الجراس هوبر. تقدر تعمل برامج خاصة بيك من غير ما تكتب اي كود خالص. وبعد كده مهندس معتصم بنا اتكلمنا عن الذكاء الصناعي، الذكاء الاصطناعي. وبعد كده المهندس رواد، ما هو من رواد العمارة، هيكلمنا عن الثيرمال ايميجينج اند ليزر سكيل. وبعد كده المهندس عمرو عاطف، هو من الناس المبرمجين الممتازين يعني في الوطن العربي، هيكلمنا عن الداينامو. وبعد كده المهندس عبد الرحمن والمهندس احمد زازوق هيكلمونا ان شاء الله عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الهندسه المدنيه. فهو يعتبر الموضوع ان احنا خدنا خطوه اضافيه على موضوع البيم، يعني مش هنقعد بقى نقول البيم نموذجية معلومات البناء، المعلومات دي اتقالت كتير. احنا هنركز على الخطوة اللي بعديها. أنا بحاول أعلي الصوت هوت. الخطوة اللي بعديها ألا وهي إن إحنا نخش في المرحلة الثانية اللي بعد كده، ألا وهي إن إحنا نبرمج نفسنا جوه البرنامج، إزاي إن إحنا نقدر نبرمج وإزاي إن إحنا نعمل حاجة قوية إن شاء الله. تمام؟ فهتلاقي طيب أنا بحاول أقرب من المايك عشان الصوت يبقى كويس. طيب هنبدأ إن شاء الله عن موضوع الاستدامة. بداية أعرفكم بنفسي، أنا اسمي عمر سليم، و أنا اسمي عمر سليم وعضو في جمعية مهندسين من أجل استدامة مصر. فموضوع الاستدامة ده موضوع مهم جدا، إن إحنا إزاي نعمل حاجة المبنى يكون صديق للبيئة، ازاي المبنى يكون صديق للبيئه، ازاي المبنى يكون مبنى اخضر، ازاي المبنى الناس اللي موجوده جواه ما تصابش بامراض. فالاستدامه المصطلح دوت معناه ايه؟ ان احنا كل الاحتياجات اللي الجيل الحاضر احنا هنديها لهم. مش هقول لا نربط على نفسنا الحزام ونستحمل، لا، كل احتياجات الجيل الحاضر بياخدوها، لكن بدون التأثير أو بدون الإضرار بحق الأجيال القادمة، أجيال المستقبل. يعني لو أنا عندي المبنى ده محتاج مثلا 100 طن حديد، ممكن بسبب عدم التخطيط الكويس أستهلك 1000 2000،
تمام. فهي الفكره كلها ان انا بقلل الهدر اللي بيحصل في الشغل دي من ضمن الحاجات. الحاجات اللي بعد كده ان انا اعمل مبنى ما ينقلش الامراض، يعني مرض كوفيد 19 ازاي ان احنا نقدر نعمل تصميم كويس معماري وميكانيكا وكهرباء يقلل استهلاك، يقلل الهدر ويقلل انتقال الامراض، يقلل الاستهلاك الكبير. فالسستينابيلتي الحاجات اللي احنا بنشتغل عليها زي مثلا ان احنا نحافظ على البيئه، نقلل استهلاك الميه، نقلل استهلاك الطاقه، نقلل الهدر، نعمل حاجه صحيه. تخيل ان انت بتقعد في جوه المبنى قد ايه، لما تحسب مثلا انت بتقعد في البيت مثلا يعني 10 ساعات وفي الشغل مثلا 10 ساعات، فانت تقريبا قاعد اليوم كله جوه بيت او جوه سكن او جوه بيلدينج. فلو في تصميم سيء انت كده كده هتصب الامراض لا محاله. فعشان كده احنا محتاجين ان احنا نعمل تصميم كويس على اساس الناس اللي تبقى موجوده تدعي لنا مش تدعي علينا، ان احنا ممكن بسبب سوء التصميم ده يجي لهم امراض كتير جدا. في امراض بتيجي بسبب سوء التصميم، فلازم وانت بتصمم مش فكره ان انا بصمم بيت وخلاص، لا انا بصمم مكان الناس هتقعد فيه. الناس ممكن لو في خطأ مثلا زي ان انا في الكربون، في مشاكل مضره، مفيش تهويه كويسه، الاير كواليتي اندور فيها مشكله، كل الحاجات دي ممكن تسبب في امراض. فاحنا هو ده الهدف اللي احنا بنتكلم فيه النهارده، ان طول ما انت بتصمم بتفكر في الناس اللي هتسكن، تمام؟ يعني سواء انت متخصص معماري، انشائي، كهروميكانيكال، طول الوقت انا عايز اعمل حاجه صديقه للبيئه. وازاي نستخدم التكنولوجيا الحديثه في الحاجات دي؟ ولو جينا نبص على الاحصائيات هنلاقي ان المباني بتستهلك 46% من الطاقه، وبتوصل في بعض المدن ل 70% سواء تكييف سواء. فلو انت عملت تصميم كويس يقلل استهلاك التكييف، فانت عملت طفره في استهلاك الطاقه على مستوى البلد اللي انت موجود فيها. الكونستراكشن بيهدر 53%، ممكن انا اكون في حاجه مثلا 10 20% مش للكميه ديت. فليه ما نبقاش عندنا ادراك ونستخدم التكنولوجيا الحديثه في ان احنا نقلل الهدر دوت. الكونستراكشن هو تاني مجال بيحصل فيه تأثير على البيئة بعد الغذاء. في 13 مليون طن من الماتيريال بتوصل للموقع ولا تستخدم، يعني بعد ما توصل محدش بيستخدمها وتترمي. فعندنا هدر كتير جدا في الموضوع دوت، والإحصاءات دي من الدول المتقدمة، فما بالك بقى بإيه الدول. فإحنا محتاجين إن إحنا طول ما أنت بتصمم، ده إحنا اتفقنا إن إحنا اي حاجه بنعملها بيبقى لها تاثير على البيئه، تمام، وبيبقى ليها تاثير على الاقتصاد، وبيبقى ليها تاثير على الصحه، ممكن تسبب في امراض. فانا لازم وانا بصمم اخلي في هدف ليا ان انا اعمل حاجه تكون فيها استدامه وفيها صداقه للبيئه وفيها عدم اهدار للمواد، عدم اهدار للطاقه، عدم اهدار الميه. ممكن مثلا هقول لكم مثلا على خطأ كتير موجود في اغلب البيوت عندنا، ان هو بيصمم الحوائط الخارجيه بيصممها نص طوبه. فده عباره عن ايه؟ ان الجو جوه اثناء الحر بيبقى حر اكتر من بره، كانك عامل صوبه زوجيه، واثناء الشتاء يبقى ساقع اكتر من بره. فدي كارثه، تمام، فدي كارثه. فانت لازم تخلي بالك من نقطه زي كده، يعني مجرد ان انت بدل ما تعمل الحوائط الخارجيه طوبة كاملة أو تحط فيها عزل أو كده، أهدرت جزء أو ما اهتمتش، أو حبيت إن أنت توسع الأوضة عشان المساحة هي اللي هتتباع، عملت إن الإنسان ما بقاش قادر يبقى عايش من غير تكييف. فالتكييف كل شوية استهلاك للطاقة، تقريبا 60% من استهلاك الطاقة للمبنى موجود في التكييف. فمحتاجين إن إحنا نشوف موارد أخرى غير الطاقة الكهربائية، نعتمد على طاقة زي طاقة الشمس. احنا عندنا الطاقة الشمسية ديت في بلادنا العربية يعني اكتر اضعاف اضعاف اللي موجود في اوروبا، ورغم ذلك هم في اوروبا بيستفادوا منها اكتر مننا بكتير.
الميه، احنا مش بنقول لك ما تستحماش، يعني في كان في نظريات ان احنا نقلل الاستحمام، لا استحمى، لكن بيبقى في مثلا بعض البلانك فيكتشر او بعض الادوات الصحيه زي مثلا الدوش بيعمل رذاذ بحيث ان انت تقدر تستحمى وكل حاجه بس بدون اهدار للمياه. والمواد بنختار المواد اللي هي تكون صديق للبيئه وتكون ما بتعملش اثر سيء سواء على الرئه، يعني ممكن تعمل مواد تكون بتطلع تاثيرات كربون او كده، ده ممكن ياثر على الرئه. طيب تعريف البيم، مش هنتكلم كتير عن البيم لان تقريبا كلكم عارفين البيم اكتر مني. فالبيم هي ان انا اعمل نموذج للمبنى اللي هتعمل في الواقع، بعمله على الكمبيوتر بحيث ان انا كأن انا بنيت البيت ده قبل كده، فعندي كل المعلومات عن البيم، كل المعلومات بقى عندي حصر، بقى عندي معرفة بالمشاكل اللي ممكن تحصل واحلها قبل ما تنزل الموقع، بقيت عارف انا محتاج الحاجة دي امتى، كل المعلومات اللي احنا محتاجينها. فعشان كده بيم اختصار بيلدينج انفورميشن مانجمنت، ان انا اقدر ادير معلومات المشروع. طب البيم هربطه بالسستينابيلتي، هيفيدني في ايه؟ اقدر اخد قرار، بمعنى انا ممكن يكون عندي لسه بصمم المكان فيبقى عندي اكثر من تصميم، فالبيم يقدر يساعدني. يعني من غير البيم لما كنا بنشتغل بالطريقه المانوال كنا تقريبا بنعمل موديل او اتنين ونقارن بينهم لان كان بياخد فتره طويله، انما باستخدام البيم كان خلاص هي ممكن تحط بعض المتغيرات وتحط 100 تصميم، وال100 تصميم ده هو يعمل مقارنه بينهم ويقول لك افضل سوليوشن او افضل حل موجود، والكلام ده ما ياخدش اكتر من يوم. تمام، بنعمل بقى البراماتيك ديزاين وبنعمل الجنريتيف ديزاين وكل الحاجات اللي تخلي الذكاء الصناعي يشتغل معايا. نقدر نعمل ريتنج كومبلاينس، يعني في انظمه لقياس الاستدامه زي الليد، زي الجي سي اس، زي البريم في بريطانيا، زي في كل دوله بيبقى ليها نظام معين، فالبيم بيساعدني اعرف ان انا فعلا هل حققت الحاجات دي ولا لا، وايه الحاجات اللي انا المفروض ان انا اركز عليها عشان احقق الريتنج سيستم. والريتنج سيستم مش الاستدامه، دي اداه للقياس، يعني اللي بيذاكر ليد مش بيذاكر استدامه. تمام، هو مركز ان انت تقيس هل المبنى ده صديق للبيئه ولا لا، فلازم يكون عندك معرفه قبل ما تشتغل في موضوع قياس الاستدامه. بتقيس اداء المبنى لو عندك اي مشكله فيه قبل ما يتعمل، تقدر ان انت تحل المشاكل اللي موجوده فيه. تمام، فالبيم هو 3D، وممكن ادخل عليه الزمن، وممكن ادخل عليه التكلفه، وممكن ادخل عليه الاستدامه، وممكن ادخل عليه الفاسيلتي مانجمنت. اكتر حاجه هتهمني الاستدامه لان دي هتفرق كتير جدا في اداء المبنى. والموضوع الفاسيلتي مانجمنت اللي هو اداره المبنى بعد التشغيل، ده لو انا عامل سستينابيلتي صح فده يفرق كتير جدا معايا في الفاسيلتي مانجمنت. يعني لو الاستدامه عندي مظبوطه خلاص الفاسيلتي مانجمنت استهلاك الطاقه هيبقى قليل، استهلاك المياه هيبقى قليل، المشاكل اللي ممكن تحصل هتكون قليله، فهنلاقي في فرق كبير جدا. فالاستدامه مع البيم هيكون في كل المراحل، في مرحله الديزاين، في مرحله الكونستراكشن، في مرحله الاوبريشن. في مرحلة الديزاين بيبقى فيه تعاون بين كل الأقسام، مفيش حاجة اسمها لا أنا مش مسؤول عن دي، لا أنا مش مسؤول عن دي، إحنا كلنا مسؤولين عن المشروع وبنتعاون لإنجاح المشروع. بنعمل ديجيتال موديل عشان نشتغل عليه. تمام، بنعمل أناليسيز للمبنى بتاعنا. فمن خلال كده نقدر نعرف ايه افضل تصميم موجود نقدر نعتمد عليه. دي كولابريشن الاستراكشر والاركتكشر ام اي بي، هو موديل واحد كلنا بنقدر نتعامل مع بعض وكلنا نقدر نشوف كل المعلومات. تمام، ده الار اي بي اي، وبعد كده ده المراحل اللي موجوده فيه. البيم والاستدامه موجودين من اول المراحل لاخر المراحل، ممكن ما يكونش موجود في الاول وتيجي في النص عايز تطبقه مفيش مشكله، بس يكون الافضل ان انت تطبقه من اول خطوه لان ده هيساعدني جدا في موضوع الكوردينيشن، هيساعدني في ان انا ابقى شايف حاجه في فيجواليزيشن، هيبقى ساعدني ان انا اعمل تحليل للمبنى. في مرحله الكونستراكشن احنا بنكمل الاناليسيز عشان نعمل
نشوف تأثير المبنى ده على البيئة هيبقى عامل ازاي، نخش في تفاصيل الديزاين، نختار الماتيريال المظبوطة. ف كونتينوس اناليسيس هنبدأ نحلل الانرجي يوزز، هنحلل الاصوات والضوضاء اللي ممكن تتنقل، هنحلل الهواء هتتقفل في التكييف ازاي، اي تأثير للبيئة هنبدأ نعمل له تحليل بحيث ان احنا ممكن نعدل على الديزاين. وهنحط تفاصيل للديتيل ديزاين من خلال ان احنا بنعمل اناليسيس للتصميم بحيث ان احنا نتاكد ان هو صديق للبيئه ولا لا. من ضمن المحاضرات الموجوده موضوع الذكاء الصناعي، مثلا موضوع البرمجه بدون كود. فانت ممكن تعمل حاجه، مهندس مصطفى جبر معانا هو مسؤول عن البرمجه بدون كود، استاذنا الكبير في كل حاجه. فهتقدر ان انت تعمل تقول له مثلا تشيك على كود، ممكن يكون عندك اكواد كتيره جدا، ممكن ان انت مركز على تصميم معين او مركز على الشكل، ف هو بقى يقدر يعمل لك تشيك هل فعلا انت التزمت بالدفاع المدني ولا لا، التزمت بالحاجات الخاصه بالاستدامه ولا لا، التزمت بالكود ان يبقى فيه مثلا فتحه، مثلا فتحتين في الغرفه، مثلا باب وشباك ما يكونوش قدام بعض بحيث ان يحصل في هواء متجدد بيبقى موجود. يعني القواعد الموجوده في الاستدامه دي ممكن تنساها، انما لما يكون في استخدام البيم ويتشيك على كل الحاجات دي هتكون حاجة ممتازة. وموضوع التشغيل للمبنى، التشغيل المبنى ده حاجة مهمة جدا، لأن دي أنت مثلا ممكن تصمم في مثلا في شهرين 3 6 شهور، تبني في سنة سنتين، لكن موضوع الأوبريشن فيسز ممكن تقعد 60 سنة. يعني المبنى طول ما هو شغال أنت بتعمل تشغيل ليه، وبتقدر إن أنت تراقب المبنى بتاعك، وتراقب الطاقة، وتراقب الووتر، وتراقب المية والكربون وكل الحاجات دي. فما دام تصميم الاستدامه معمول، ده هيساعدك كتير جدا في ان انت تعمل اداره للمبنى. طيب الفكره ايه؟ دي صوره بسيطه جدا، ان انا بعمل موديل بيم. طيب عملت موديل بيم، تقدر تستفاد منه في عشرات الحاجات، تقدر تستفاد منه في ان انت تعرف فين كل شيء، تقدر تستفاد منه في ان انت تعرف الحصر، تقدر تستفاد منه في ان انت تستفاد منه في ان انت تعمل خطه للسيفتي وتتاكد ان مفيش مشاكل ممكن تحصل. ممكن تستفاد منه التركيز بقى على بيلدينج بيرفورمانس اناليسيس، ان انا اعمل تحليل لاداء المبنى واتاكد ان اللايتنج بتاعه مظبوط، اتاكد ان في هواء طبيعي هيدخل، في طاقه شمسيه، في وكل الحاجات اللي انا ممكن اتاكد منها ممكن نعملها اناليسيس بشكل دوت. فانت يعني طب قبل ما يكون في بيم كنا بنعمل ايه؟ كنا بنعمل في كل برنامج كان بيعمل اناليسيز لحاجه، يعني حتى مثلا بعيد عن السنة في برنامج مثلا ستراكشر، مثلا بيعمل اناليسيز ستراكشر، برنامج بيعمل حاجه مثلا اناليسيز للشادو مثلا. فكنا بتلاقي بعد ما تعمل موديل على بعد ما تعمل المبنى على الكاد، فانت محتاج تكرره تاني في برنامج مثلا زي برنامج الساب مثلا، اللي انت بنيته على الساب، وساب برنامج مش نمذجه، فكنت بعد ما تاخد الموديل الكاد بتتعب قوي على ما تعمل الموديل بتاعك، واي تعديل في الكاد لازم تروح تعمله هناك، وما تستفادش من المعلومه قوي اللي انت واخدها من الكاد، يعني كان الموضوع صعب. انما دلوقتي هو نفس الموديل بتاع البيم، سواء اي برنامج اشتغلت بيه بيم تقدر تعمل له اكسبورت لاي اف سي او جي بي اكس ام ال، غالبا في الاستدامه بنستخدم الجي بي اكس ام ال، وتقدر تدخله على اي برنامج برامج الاستدامه. يعني مش بقول لك ان برنامج البيم يقدر يعمل استدامه، وان كان بيعمل بعضهم، بس انا بفضل ان انا ابعته لبرنامج متخصص في الاستدامه، بتطلع النتائج بشكل اقوى. ده مثلا مثال ان احنا عملنا المبنى هو. طب لو انا عملت الفتحه من هنا، طب لو كبرت الفتحه من فوق وصغرت الفتحه من تحت، كل الحاجات دي ما بتاخدش ثواني، وممكن اصلا تحط بارامترز وتقول له طب جرب ويعمل اناليسيز، هو اوتوماتيك الذكاء الصناعي يبدا يطور نفسه ويقدر ان هو يعمل اناليسيز ل 100 شكل 200 شكل، انت بتديله شكل واحد هو يبدا يجرب الفتحات ويجرب ان هو لو خلت فيه ميول، طب لو لفيت المبنى، كل الحاجات ديت بدل ما كنا بناخد وقت كتير جدا فيها هو بينجز معانا البرنامج. وبس مش بس في مبنى، ممكن مدينه كامله تبدا تعمل اكتر من تصميم وتقول له طب وريني الاناليسيز للشمس، طب للرياح، طب لكذا، طب لا المكان ده مش واصل له ظل، كل الحاجات دي تقدر تعمل لها اناليسيز بشكل قوي وسريع. طيب هي الفكره برضو عشان نبقى مع بعض في الصوره، تدي معلومات مظبوطه، لما بتدخل معلومات مظبوطه بيجي لك اوت بوت كتيره جدا. يعني انت بتدخل انبوت مثلا بتقول له الفلور بلان، الاوبننج، الماتيريال، اللوكيشن فين، المكان فين مهم جدا، لان المبنى اللي ينفع في اوروبا ما ينفعش في مصر.
في سؤال، ايه البرامج اللي بتستخدم في التحليل؟ انا عارف ان السؤال ده هيسيل، فمجهز جزء كبير جدا على موضوع البرامج ده، فما تستعجلوش. تمام، وهنفرق بين ثلاث انواع من البرامج وهنفرق بينهم وكده ان شاء الله. فانا بدخل المعلومات الخاصه بالاورينتيشن، بعدد الغرف، الاستخدام بتاعت الغرف، كل المعلومات اللي انا اعرفها بدخلها، وبعد كده بيطلع لي بقى كل اللي انا احلم بيه، استخدام الطاقه، المشاكل بتاعت الكربون، الاتشفاك، الناتشورال فنتيليشن، السولار اناليسيز، الووتر، ممكن حتى يعمل لي اناليسيس ان انا مثلا لو انا عندي وحدات معينه او وحدات عاديه في دوره المياه او في المطبخ، طب في بديل ليهم، بديل دوت، البديل ده اغلى شويه بس صديق للبيئه وكويس، فهل لو انا استخدمت دوت هيكون العائد المادي احسن ولا لا؟ يعني بتحسب ازاي؟ انا اشتريته مثلا ب 200 وهو المفروض العائد بتاعه مثلا ب 100، فال100 الزياده اللي انا دفعتها دي هترجع لي لما يوفر لي ميه او هيوفر لي كهرباء بعد قد ايه؟ ففي برامج بتحسب كده وانت تقرر هل فعلا يستاهل الموضوع ده ولا لا؟ يعني مثلا الواح الطاقه الشمسيه لو احنا جبناها وحطيناها فوق السطح عندنا مثلا او في اي مكان بتوفر لي طاقه، فهل توفير الطاقه اللي هي وفرته لي فاتوره الكهرباء ديت العائد بتاعها هيبقى بعد كام سنه؟ بعد سنه، سنتين، بعد شهر، شهرين؟ فانت تحسب لما الكهرباء تكون رخيصه ممكن تلاقي العائد بتاعك هيجي لك بعد 10 سنين، فتقول لا ما انا كده كده هستفاد من الكهرباء. تمام، الا لو انت بقى من اصدقاء البيئه وعندك استعداد تدفع فلوس في مقابل ان انت تحافظ على البيئه. انما ممكن تلاقي لا ده هتجيب الطاقه الشمسيه دي هجيب فلوسها خلال سنه، طب انا عندي استعداد ان انا اعمل الموضوع ده لان السنه اللي بعديها هكون بوفر فلوس. فدي احنا بندخل البيلدنج اورينتيشن اتجاه المبنى، الجلازنج او الازاز، الواجهه الازاز دي ايه، الحاجات الخاصه بالميكانيكال، الحاجات الخاصه باللايتنج، الشادنج، كل الحاجات دي بندخلها في المعلومات، وبندخل له الويزر داتا، الملف صغير كده بيقول لي ان المدينه ديت الرياح فيها قد ايه، المعلومات الخاصة بالشمس، الشادو، كل المعلومات اللي احنا ممكن نحتاجها. فمقابل كده هو بقى بيبدأ يعمل لي الموديل بالشكل دوت، عندي مثلا فيزيكال موديل بالشكل ده، عندي مثلا السان لايت، يعمل لي تحليل للسان لايت بالشكل دوت بكل الايام وكل شهور وكل حاجة، وبيعمل لي حتى فيديو بحيث ان انا اتخيل شكل الشمس وابدأ اشوف هل فعلا المباني اللي حواليا هتعمل ظل ولا انا محتاج ان انا اعيد التصميم، تحليل للرياح اللي موجوده، هل المبنى دوت هيكون وصل له رياح ولا لا، تحليل الشادو، تحليل للالوان اللي انا هستخدمها في المبنى، بحيث ان احنا ان شاء الله نقدر نوصل لتصميم بس الديزاين ما يكونش بياخد اي طاقه من بره، ممكن يكون بيدي لشبكات الكهرباء. في مباني كتيره في مصر وفي الاردن وفي بعض الاماكن وصلت انها ما بتستهلكش من الشبكه بتاعت الكهرباء، بالعكس ده هي بتدي الفايض بتاعها للشبكه بتاعت الكهرباء. فموديل اهوت احنا عملناه، وبعد كده بنبدا نعمل له تحليل لللايتنج، تحليل للمناخ، للطاقه الشمسيه، للاير فلو، للانرجي. ما بتاخدش وقت مننا لان هو الموديل بنعمله مره واحده ونبدا نصدره لبقيه البرامج زي الديزاين بيلدر، زي برنامج مثلا. طبعا انت ممكن تصدره الراينو والجراس اوفر، ما انصح حسب معانا، فطبعا الراينو ده الكبير بتاعنا فما نقدرش نتكلم. طبعا في سامري اوف انرجي اناليسيس انفورميشن فلو الموديل، اعدادات، نعمل سيموليشن، يطلع لنا كل التفاصيل اللي احنا ممكن نحتاجها. ده مثال ان انا ممكن اصلا اعمل تحليل على الماسنج، انا لسه ما عنديش تفاصيل للمبنى بس اعمل الكتله، فالكتله دي ببدا اعمل ليها اناليسيس فبيبدا يطلع لي تفصيل، او لو انا عندي التفصيل بتاعت الغرف كلها بيطلع لي طبعا تفاصيل دقيقه لكل غرفه، التحليل بتاعها بيعمل ازاي، هل الغرفه دي واصل لها انارة طبيعيه كفايه ولا مش واصل لها انارة طبيعيه، هضطر ان انا اثناء النهار ان انا اشغل الطاقه الصناعيه او النور الصناعي. طيب اهم حاجه هنتكلم عليها بقى عشان الناس اللي بتسال موضوع البرامج. طب قبل ما نبدا في موضوع البرامج لازم نقول كلمه مهمه جدا، ان البرامج مش هي اللي بتعمل المبنى المستدام، الانسان هو اللي بيعمل،
لو انت مش فاهم افكار بتاعه المباني المستدامه، ومهما جبت برامج وتعمل لك اناليسز مش هتفرق معاك، لازم تكون انت فاهم الاسس بتاعه الاستدامه ويكون عندك وعي بالفكره وعندك ممكن هو يجيب لك اناليسز صح وتروح موافق عليه وهو غلط. فلازم الواحد يبذل جهد ويقرا الكتب اللي هي اللي فيها افكار عن الاستدامه، وبالذات طبعا المنصحة الثقافية. طيب هنقول ان البرامج عندنا في برامج خاصه بالبيم، وفي برامج خاصه بالانرجي اناليسيز، وفي برامج خاصه بالسوفت وير ديفلوبمنت اللي ممكن تساعدني في ان انا ابرمج بسهوله، اللي هي البرمجه بدون كود، اللي هو المهندس مصطفى جبر هيكلمنا عنها بالتفصيل ان شاء الله، والمهندس عمرو عاطف هيكلمنا برضو عن الرأي. فلو جينا لبرامج البيم هنلاقي عندنا الريفت، الاركيكاد، الاوتوكاد الاركتكتشر والاستراكشر والام اي بي، مش الاوتوكاد بس، السكتش اب، برنامج الراينو، وهكذا. نيجي بقى للبرامج السوفت وير الانرجي اناليسيز، هنلاقي عندنا الانرجي بلس، وده اوبن سورس تمام، وده هو ده الكور او الاساس في اغلب البرامج الثانيه. يعني اغلب البرامج الثانيه بتعتمد على الانرجي بلس لان هو الواجهه بتاعته مش سهله، فالناس بتبدا تاخد الانرجي بلس وتعتمد عليه وتعمل واجهه مرئيه زي بيلدر والاوبن ستوديو بيعتمد عليه. اليوكوتكت ما حدش يشتغل عليه تمام، بتوع اوتوديسك يزعلوا بس هم اصلا قفلوا البرنامج. البرنامج لما تعمل اناليسيز يديك نتائج تمام، تعمل من غير ما تغير حاجه، تقول له اعمل اناليسيز يجيب لك نتائج تانيه خالص تمام. فعشان كده بقول لك البرامج مش هي المهمه، المهم الانسان هو اللي يقدر يطلع نتائج كويسه تمام. طبعا في برنامج الاي اس، وده احنا بنستخدمه لما نكون بنعمل تحليل لمبنى كامل. جرين بيلدينج ستوديو ده موقع على الانترنت، ممكن نبقى نفتحه مع بعض ان شاء الله. كويست، في ديزاين بيلدر، ده برنامج قوي جدا، انا حاليا بعمل الاناليسيس بيه، شغال فيه دلوقتي يعني ان شاء الله النهارده. في برنامج فازاري واقف، برنامج انسايت ده موقع على النت زي الجرين ستوديو، جرين بيلدينج ستوديو. طيب البرامج بتاعت السوفت وير ديفلوبمنت هي اللي يعتبر الورك شوب بتاعتنا، فيها جزء كبير جدا في السوفت وير ديفلوبمنت اللي هو على الخفيف يعني، من غير اكواد ومن غير شفرات ومن غير تعيين. بنلاقي عندنا الداينامو، ده بيشتغل جوه الريفت، بتقدر تبرمج بيه حاجات قويه جدا، وكان من ضمن الحاجات الجديده ان هو في ادوات قويه جدا في الجراس هوبر خاصه بالاستدامه زي الليدي باج والهاني بي والحاجات ديت، فبداوا يحطوها جوه الداينامو. لكن للاسف لما تواصلت مع المبرمج اللي هو اسمه مصطفى من ايران، قال لي لا ان هو مش هيكمل تطوير فيه، بس هي الميزه اول سورس، اتمنى حد يطور فيه ويكمل فيه، والله اعلم يعني. الجراس هوبر ده بيشتغل جوه الراينو وبيديك قدره ان انت تطور من غير ما تقعد تكتب اكواد وتشغل نفسك بالبرمجه. طيب ايه البرامج اللي هي مهمه جدا في موضوع او اللي هي معتمده من الليد لو انت مهتم بالليد او البريم؟ عندنا الكويست، الانرجي بلس، الانرجي برو، الهاب، وهكذا. عشان نطلع نتيجه حلوه في البرامج الاستدامه، او لو انت تعمل استدامه على البيم، لازم تدخل معلومات مظبوطه جدا. لو انت لقيت برنامج مش بيطلب منك معلومات وبيديك النتيجه، فاعرف ان البرنامج ده فيه مشكله يعني، بيخمن تمام. زي الفيسبوك لما تدخل كده يقول لك اختبار، ويقول لك ان انت ذكي او ان انت شاطر مجرد ان هو يعرف تاريخ ميلادك تمام. فلا، لازم بيسالك انت موجود فين، في اي بلد، البيلدنج تايب بتاعك، المبنى بتاعك بيشتغل قد ايه، كام ساعه في الشهر وهكذا، في الاسبوع مثلا، بيسالك عن الشباك سيستم هتشغل بايه، ومن خلال كده يقدر يعمل هو انرجي موديلنج، يبدا ترفعه لاي مكان يعني، هو بيصدره لك جي بي اكس ايميل وانت ممكن توديه على اي برنامج. وهي كل برامج الاستدامه يعني، حتى هنشوف مع بعض ان جوه الريفت في جزء من الاستدامه، جوه الاركيكاد في جزء حلو في الاستدامه. ده على سبيل المثال، دي تقريبا اغلب البرامج البيم بتقدر تعملها، اللي هو السان باس بيقدر يعمل لي دراسه للشد. طيب في حد طالب شريحه معينه؟ انا هشارك معاك الشرايح دي، فمحدش يقلق ولا حاجه. طب واحد بيسال عن الليد، دي البرامج اللي هي مهمه في الليد تمام. انا هشارك معاك الشرايح، اي حد عايز حاجه ان شاء الله هشاركها معاك.
وإن شاء الله برضه نشارك معاكم بعض الكتب المفيدة بإذن الله. طيب نكمل. فهتعمل البروجكت بتاعك، تقدر تدخل فيه المعلومات، تحدد المكان بتاعك، تحدد الاستادي وهكذا، فيبدأ يطلع لك كل المعلومات. تقدر تعمل فيديو، وده مش خاص ببرنامج معين، لا اغلب البرامج بتعمل القصه دي. يبدا بقى تعمل اللي انت الدراسه بالشكل دوت. الحاجات دي كانت بتاخد ساعات طويله عشان تعملها، دلوقتي لا خلاص بتطلع معاك بشكل قوي جدا. ودراسه ممكن تبقى فيها جرافيكس ويبقى فيها تحرك. وفي حاجات بتبقى في الريل تايم، يعني يقول لك دلوقتي الاستهلاك بتاع المبنى قد ايه في الطاقه والحاجات دي كلها. هنا مثلا كان مول، وبدا الدراسه ان لو احنا تخيلنا ان الواجهه الازاز 95%، طب هيبقى ايه النتيجه؟ طب لو خليناها 65%، طب لو خليناها 35%، ويبدا يجيب لك النتائج ويبدا يقارن بينها. هنا مثلا الشباك، لو احنا افترضنا ان احنا خلينا الشباك مثلا عريض شويه، طب لو خلينا فيه شادو، في شيد، لو خلينا فيه زي ظل او شيد، ما اعرفش هتبقى التاثير بتاعها عامل ازاي. طب لو غنينا شيد، طب لو قسمنا الشباك على جزئين، كل الحاجات دي زي ما انت شايف بتتم في نفس اللحظه في الريل تايم، بحيث ان انت تقدر تاخد قرار اي افضل تصميم ممكن تعمله. مش استنى لما التصميم المبنى يتعمل ويتبني وبعدها بكام شهر يبدا الناس يقول لي خلي بالك انت في غلط في التصميم، انت المفروض كنت تعمل كذا، وبتحصل كتير. فلا انت بتقدر تعرف ايه المشاكل بتاعتك وتعمل اناليسز وتتاكد ان التصميم بتاعك ممتاز. دراسه الفتحات دي ممكن تتم في الراينو، ممكن تتم في الداينامو، مش حاجه صعبه يعني. طيب هنا مجرد ان انا بقول هيتنج اند كولينج لود، بيبدا يجيب لي كل غرفه الاستهلاك بتاعها من الكهرباء، من الاناره، من التكييف، من كل حاجه تبقى عامله ازاي. ادق التفاصيل. طيب دي بقى هنا انا لسه بفكر في التصميم، فبقول له انا عندي تصميم مثلا ارض فاضيه وعايز ابدا اصممها، فبيبدا يقول لي طب ايه الشروط اللي انت عايزها؟ اقول له مثلا عايزها ما تزيدش عن 5 ادوار، انا عايزها تبقى بتسيع مثلا 100 واحد. فبتبدا تحدد من هنا الشروط اللي انت عايزها. يعني هو عامل لك اول ما تقول له ابدا بيعمل لك 1000 تصميم، مجرد بس انت بتقول له انا بفكر اصمم مبنى، يقول لك من عنا الاثنين، يروح عاملهم لك كلهم. انت بقى تقول له ايه؟ لا ده انا عايز المبنى ده يكون فيه شروط معينه، ما يكونش ما يزيدش عن كذا، ما يقلش عن كذا، يبدا يجيب لك التصميم اللي مطابق للحاجات بتاعتك. فده حاجة قوية جدا، بتوفر وقت. الحاجة دي لو انت حاولت تعملها ممكن تاخد منك شهور، انما من خلال البرنامج ده 10 دقايق تلاقيها خلصت معاك. تمام، ده موقع اسمه انسايت 360. تمام، هستأذنكم يعني افتحه. ده مرتبط بالريفت، بتدوس فبيبدأ يفتح لك الموقع. تمام، بيبدا يقول لك ان انت المبنى بتاعك مثلا، ده مثلا المبنى كان الاستهلاك اكتر من كده بكتير، مجرد غيرنا بعض الحاجات وصل الاستهلاك ده ان هو اقل من دولار، اقل من دولار للمتر المربع في السنه. طيب لو رجعنا كده للسيناريو، مش عارف انا مسافه السيناريو ولا لا. في يعني احنا بدات اعمل في كذا سيناريو هم موجودين. تمام، قعدت نعمل كذا سيناريو، طب هنستخدم انهي زجاج، هنستخدم انهي شادنج وهكذا. كان الاستهلاك كان الاستهلاك 11 دولار. تمام، فضلنا معايا لحد ما وصل ان هو يبقى اقل من دولار. تمام، يعني من 11 دولار لاقل من دولار. تمام، ازاي بقى؟ بنقول له مثلا احنا عندنا حاجه مثلا زي الروف مثلا او الشباك مثلا، عندي انواع كتيره، كل ما تقف على واحده بيقول لك في انواع معينه، لو استخدمتها هيبقى الاستهلاك بتاعك كبير، لو استخدمت انواع تانية ده هيقلل. فانا بستخدم الحاجات اللي فعلا هتقلل الاستهلاك بتاع الطاقه في السنه. بيقول لي مثلا البلاك لود في انواع معينه لو انت استخدمتها بتوفر، في انواع تانية بتخلي الاستهلاك كبير.
هو بيبدأ يديني نماذج معينة أقدر إن أنا ألتزم بيها، ساعتها هيوفر لي الاستهلاك في السنة. فبمجرد حاجة بسيطة جدا تمام بقدر إن أنا أوفر طاقة كبيرة جدا على مدار حياة المبنى. وده موقع سهل جدا، إحنا شرحناه بالتفصيل، يعني إحنا شرحنا الموضوع ده بالتفصيل في فيديوهات طويلة قوي في الإنسايت التونسي. ده مثلا استادي، هحاول اسرحها عشان بس الوقت بتاعكم. ده برنامج انسايت 360 اللي احنا فتحناه من شويه. تبدا تعمل اناليسيس، تقدر تشوف المبنى، تقدر تشوف الاستهلاك بتاعه كان قد ايه، وتقدر ان انت تتحكم فيه. تقدر تعمل اناليسيس بحيث تشوف الشمس قد ايه في المكان دوت، هل في مكان مش واصل له شمس طبيعيه ولا لا. طيب بعد كده ندخل على الجرين بيلدينج ستوديو. ده موقع تبع اوتوديسك، اول ما بتعمل اناليسيز هو بيرفعه اوتوماتيك، فاقول له ساين ان، غمض عينك بقى عشان اكتب الباسورد. ما فيش باسورد. طيب ده مثلا مشروع مجرد ان هو رفعناه بيبدا بقى يجيب لك تفاصيل التفاصيل لكل مكان، بروجكت ديتيلز. ممكن تقول له مثلا طب انا عايز الوزر ستيشن، يقدر يديك شويه نصايح ازاي تحسن المبنى بتاعك. كل الحاجات دي مجرد بس ايه، قلنا نعمل اناليسيس دي المكان. ده انرجي سيتنج، بنقول له اعمل انرجي موديل، وبعد كده بقول له اعمل انت الاناليسيس، فبيجيب لي الاناليسيس دي المشروع بتاعي. ده هنا الماس، هو بيبدا يعمل اناليسيس ليها. طبعا طول ما احنا شغالين بندخل معلومات صح، يعني من ضمن حاجات لما بعمل حيطه مش برسم حيطه 200 مللي وخلاص، لا ده انا لازم ادخل الماتيريال. فالماتيريال فيها جزء خاص بالثيرمال وجزء خاص بالفيزيكال، ده بيأثروا على التحليل. يعني لو انا قلت له ان دي مثلا الماتيريال بتاعتها بلاستيك، غير لما اقول له ان دي، في كل واحده من دول ليها خصائص، مش مجرد صوره ورندر، لا ده هي فيها حاجات خاصه باليو فاليو، وكل المعلومات دي بتدخل مره واحده. في حد بيسأل على ازاي اقرا التشارت؟ طيب ممكن نبقى نشوفها بعد ما نخش كده في المبنى. هنا دي في بعض الأدوات اللي بتساعد في اللايتنج اناليسيس، وتقدر ان انت تاخد الموديل بتاعك وتبعته للبرنامج زي الدايلكس، وتبدا ان انت تعمل تحليل عليه. دي بعض النماذج لغرف تم عمل اناليسيس ليها، سواء الاناره الصناعيه او الاناره الطبيعيه. في مثلا بلاجن سيت اب جوه الريفت بيعمل لك تحليل للاناره، ويشوف لك موضوع التطبيق، يعني ازاي نعمل حاجه فعلا تكون مريحه للعين وما يكونش فيها مشاكل. الانرجي سيموليشن زي الاي اس، في برنامج خاص بيه اسمه سيفيري، ده موجود للسكتش اب فممكن تستخدمه برضو. في برنامج اسمه تالي، ده برضو بيحلل الحاجات الخاصه بالماتيريال، بيبدا يختار لك الحاجه اللي هي الكويسه الصديقه للبيئه اللي ممكن تكون مفيده. ايكو ديزاينر، ده موجود جوه الاركيكيد، بيطلع لي الانتاج بالشكل دوت، تحليل الاستهلاك والاداء بتاع الانرجي طول السنه، ويقول لك هل فعلا تقدر تاخد ليد او بريم. بانتلي برضه عامله حاجه خاصه للانرجي اناليسيز، فكل برامج البيم هتلاقي فيها اهتمام بموضوع الاناليسيز. في برنامج اسمه انفرا ووركس، ده برضه بنستخدمه في موضوع الاستدامه. زي ايه مثلا؟ هو ده خاص بال
المساحات الكبيره، المدن، الحاجات دي. فانا ممكن اقول له انا عايز حاجه اقدر اخد بيها درجات في الليد مثلا، عايز حاجه تكون قريبه من الميه، حاجه قريبه من السكن، وهكذا. فبتحدد ايه النقاط اللي انت مركز عليها، زي مثلا عايز ابقى قريب من المباني، فبتدي له ريت اعلى، فيبدا يحدد لك لو انت لسه ما اشتريتش ارض، ان الارض ممكن تشتريها بشكل كويس. تقدر تعمل سايت اناليسيس، ده برنامج اسمه الفزاري. طيب برنامج السي اف دي، برنامج من في اوتوديسك سي اف دي، وفي اناليسيس بيحلل لي المسار بتاع الهواء هيبقى عامل ازاي. ده بنستخدمه كتير جدا بالذات في الخليج، لو حصل حريق لا قدر الله في البيزمنت، الدخان هيبقى ماشي ازاي، هيعمل مشاكل مش هيعمل مشاكل. فدي من ضمن الحاجات الاساسيه عشان تاخد موافقه من البلديه بالشكل ده. طب لو انا حطيت السبلاي كله نحادي والريتيرن كله نحادي، طب الاحسن لو حطيت السبلاي جنب الباب، ولا الريتيرن هو اللي جنب الباب، ولا احط واحده كده واحده كده؟ هو بيعمل لك اناليسيز ويقول لك انهي الافضل. ده برنامج اسمه اناليسيز اهوت، بيوريك مثلا لو في مباني هتبقى عامله ازاي اهو. ده تحليل في متحف ناشونال، متحف قطر القومي. ده برنامج اي اس اللي احنا قلنا عليه، ده بتاع المدن، حركة الرياح، حركة الشمس، حركة الظلال، الحاجات دي كلها. لو انا عملت حاجة بالشكل دوت، الظل هيبقى عامل ازاي؟ تعال بعد شوية نكتشف مشاكل، فانت بتعمل اناليسيس تتأكد ان الحاجة بتاعتك صديقة للبيئة. ده برنامج اسمه دايلكس، وانا شغال عليه اهوت. بس الإزارات الحديثه يعني فيها تطور كبير جدا، يعني ان شاء الله نعمل لك شرح ليه الاسبوع ده باذن الله. هو ديزاين بيلدر عشان خاطركم، تمام؟ بقى قوي جدا في حاجات ظريفه، يعني هو خاص بالاناره. برنامج كلايمت ستوديو، ده برضو بيعمل تحليل للإنارة، وتقدر تشوف الإنارة الطبيعية والإنارة الصناعية. ده أنت بتصدر بقى للجي بي اكس ام ال أي برنامج ما عدا الإيكوتكت، تمام؟ خلاص راحت عليه. الراينو وجراس هوبر بقى طبعا أستاذنا. طيب الراينو ده برنامج قوي جدا بالذات في موضوع البراماتيك، ولما الجراس هوبر بتعرف تشتغل عليه كويس بتطلع بيه حاجه ممتازه جدا. يعني على سبيل المثال، كان في مره تقريبا في 3 دقائق قدرنا نعمل برج ويلف ومعمول براماتيك، بحيث لو اثناء الاجتماع الراجل قال لك لا، بدل ما ارتفاع الدور 3 متر ونص خليها 4 متر، ففي ثانيه واحده تقدر تغير البراماتيك بالشكل ده. ممكن تعمل تشيك على الكود، اي كود انت عايزه، تاكد ان المبنى بتاعك صديق البيئه. ده هو برماتيك، تقدر تقول له مثلا تعدل حاجه تبدا المبنى شكله يختلف تماما. هنلاقي ان احنا عندنا كذا ادنس موجوده جواه زي اللادي بج، ده يقدر يعمل اناليسيس للوزر داتا، بيعمل دايجرام زي السان باس، يعمل ويندروز. عندي الباتر فلاي، دول بيشتغلوا جوه الجراس هوبر اللي هو بيشتغل جوه الراين، فبيقدر يعمل لي تحليل للسي اف دي اللي هو اتجاهات الهواء هيبقى ماشي ازاي. الهاني بي من البرامج القويه برضو اللي بتشتغل جوه الراينو والجراس هوبر، ومعتمد على الانرجي بلس، بيبدا يعمل لي تحليل للطاقه والراحه الحراريه والدي لايت، وتحليل لللايتنج. برنامج ديفا، كل واحد من البرامج اللي في الجراس هوبر بتلاقي فيه كورسات كامله فيها، يعني حاجات تقيله مش مجرد اشتغل وخلاص. الديفا بيتاكد من الدي لايت، بيتاكد من الليد، بيتاكد من الاناره، توزيع الاناره. طيب برنامج ديزاين بيلدر، ده برنامج قوي جدا، تمام؟ تقدر من خلاله ان انت تعمل هيتنج ديزاين، كولينج ديزاين، سيموليشن، سي اف دي، دي لايت، تحليل الكربون.
ولو بصينا كده مثلا على الايديت، ثانية واحدة، على الايديت هتلاقي ان انت بتدخل كل ادق التفصيل للاكتيفيتي، يعني كل مكان الاكتيفيتي تحته ايه، هل في اجهزه تكييف ولا لا، هل في اجهزه كمبيوتر ولا لا، اللايتنج نوعها ايه، كل حيطه اللاير اللي موجوده جواها، كل لاير بتعتمد على انهي ماتيريال وهكذا. فبتدخل معلومات قويه بيجيب لك اناليسز قوي، بيعمل سولار كالكوليشن، بيعمل للشادنج، ممكن تعمل للديلايت، ممكن تدخل موديل بيم جاهز او تدخل اوتوكاد او ترسم دايركت عليه، برنامج ايكويست. في حد بيسأل على نزل ديزاين بيلدر، موجود على موقع اسمه جيت ان تو بي سي، هتلاقي ديزاين بيلدر تقدر تحملها على طول، او لو دخلت على الموقع نفسه بتاخد نسخه تجريبيه، يعني الموقع نفسه بيديك ان انت تحمل نسخه تجريبيه منه. الام في ميت ده بيعمل اناليسيس لمنطقه كبيره، اوريكم الموقع حاضر. طيب اهم حاجه ان كل البرامج بتاعه الاناليسيس او برنامج الانرجي او برامج الخاصه بالسستينابيلتي متكامله مع برامج البيم، فمجرد ان انت تصدرها سواء اي اف سي او جي بي اكس ام ال بيتقلب بدون اي مشاكل خالص. كل برامج البيم والسستينابيلتي تقدر ان انت تصدر وتستورد منها بدون اي مشاكل. داتا شيرنج سهل جدا. جي بي اكس ام ال هتلاقي كل برامج الاليت والانرجي بلس والديزاين بيلدر و و وهتلاقي كل برامج البيم زي برامج بنتلي وجرافي سوفت وما اوتوديسك كلها بتشتغل على الجي بي اكس ام ال بدون مشاكل خالص. من ضمن الامثله على موضوع السستينابيلتي مدينه مصدر اللي في الامارات دي تعمل لها اناليسيز بشكل قوي جدا، فعشان كده هي تعتبر من اهم المدن في العالم الصديقه للبيئه. ده الهيد كوارتر تعمل له اناليسيز برضو بحيث انها ما يبقاش فيه اي استهلاك للطاقه او اي اهدار للطاقه. الفنتليشن بتاعه في اكتر من سيستم صديق للبيئه، وفي استدامه، وفي تكنولوجيا جديده. ده كتابين هحاول ان انا ابعت لكم الرابط، كتاب وفي شرح فيديو للبرامج اللي احنا اتكلمنا عنها النهارده. تمام، انا كده خلصت، واسف لو كنت طولت عليكم، وهشوف معاكم الاسئله وهديكم الرابط لتحميل البرامج، اي برامج انتوا عايزين ان شاء الله ايه نتواصل وندوركم ان شاء الله. انا هفتح المايك بحيث لو حد عنده اي اسئله يكتبها وان شاء الله نحاول نجاوب عليها باذن الله. لو حد عنده اسئله وعايز يفتح المايك. برنامج ديزاين بيلدر اهو في داونلود، تقدر تحمل البرنامج نسخة لفترة معينة، ولو انت طالب او معاك ايميل الجامعة بتقدر ان انت تحصل عليه بشكل كويس. طيب اي اسئلة؟ مساء الخير، شكرا جدا لحضرتك على الشرح ده. شكرا. كنت عاوز اسال بس على في اللي هو كانت جرين هاوس او الحاجه اللي هي كانت تبع اوتو ديسك، كان فيها تشارتس كتير قوي تقريبا للكربون، يعني فيها تشارتس كتير قوي لدرجه ان هي اكتر من واحد يعدها، فالحاجات دي ممكن تتدير ايه ازاي؟ هل في مصدر ممكن نقراه او الحاجات ديت اوتو ديسك تقراها؟ والله هي يعني انت لو وريت اللي مكتوب عليها هتلاقيها سهله، يعني حاجات خاصه بالتحليل بتاع الرياح مثلا، الرياح اللي بتيجي قويه منين، في برنامج هحاول افتحه لك دلوقتي كان بيشرح الموضوع ده بالتفصيل. تمام، بس هي لو حملت الصوره وقريت الكلام اللي عليها هتلاقيه سهله مفيش اي مشاكل خالص. هحمل لكم ان شاء الله السستينابيلتي المحاضره فيديو بي دي اف بحيث لو حد عايز يطلع على الرابط.
طيب انا عارف اجيب اللي طيب حد عنده اي اسئله لحد ما اشوف لكم البرنامج اللي انا كنت بشتغل بيه؟ طيب في برنامج ممكن نقرا منه الملفات بتاعت الاستدامه اسمه كلايمنت كونسلتنت، وده برنامج مجاني يعني لو اكتب جوجل وهيتحمل معاك مجاني بدون اي مشكله خالص. انا حطيت لكم الرابط بتاع سجل الحضور، تمام؟ يا ريت الناس تشوفه، وخلونا نشوف البرنامج كلايمنت كونسلتنت ده هيفيدنا كتير ان شاء الله. تمام، هو برنامج مجاني، تمام. انا هعمل لكم هو داونلود للملف وأشارك معكم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. داونلود PDF. طيب نركز مع بعض في البرنامج دوت. تمام أهو. أول ما يتحمل هرفعه لكم إن شاء الله. طيب بصوا البرنامج ده، شكرا لحضرتك يا دكتور. طيب البرنامج دوت هيخليني اقرا الملف اللي هو بتاع المناخ، يعني تقريبا كل برامج الاستدامه بتقرا الملف دوت. اقول له هنا نيكست نيكست، وبعد كده بيقول لي اكمل على اخر مشروع انا اشتغلت فيه. اقول له لا انا عايز ابدا مشروع جديد، فبيقول لي ده ريزيدنشال ولا سمول نون ريزيدنشال. اقول له ماشي ريزيدنشال، مفيش اي مشكله خالص. بعد كده بيقول لي هل هو هتشتغل بالامبريال ولا متريك؟ قلت له متريك. بيقول لي ممكن تختار من كاليفورنيا، تمام، لو انت موجود هناك، او اوبن اكسيستنج اي بي دبليو، تمام. عندي ملف اي بي دبليو طبعا عندي كتير، تمام، بس افترض ان انا ما عنديش، يعني هتقول له هنا هيفتح لك هنا وتقدر تختار اي واحده من دول. طيب هقول له انا عايز اعمل داونلود، تمام. بيقول لي هنحمله من الموقع اهوت، تمام، موقع اسمه انرجي بلس، وتبدا تختار بقى المكان اللي انت عايز تحمل الملف منه. ده مجرد بص موجود في مصر هتلاقيه اكيد، تمام، مصر موجود فيه اكتر من حته، تمام. انا هختار ده المطار، هقول له ان انا عايز احمل الملف اللي هو غالبا هنشتغل بالاي بي دبليو، تمام. ممكن تحملهم كلهم، تمام، ممكن تقول له سيف او تاخد كوبي المسار او تقول له سيف، وممكن رايت كليك وتقول له كوبي للباص، مفيش مشكله. طيب نرجع، اقول له كانسل، واقول له ان انا عايز اوبن اكسيستنج اي بي دبليو، واقول له من الديسكتوب انا عايز اقرا الملف دوت اللي هو بتاع القاهره، تمام. فهنا بقى بيجيب لي المعلومات بالتفصيل، كل شهر من الشهور، درجة الحرارة والرطوبة والحاجات دي كلها. بيقول لي هنا هتشتغل بأي نظام، أنا بفضل إن أنا بشتغل بنظام كاليفورنيا، ممكن تشتغل بالأشري. هنا بيقول لي دي المعلومات الخاصة بالكونفرتر والحاجات دي كلها، ممكن تعدل فيها بس دي الحاجات الستاندرد، بس ليك إن أنت تعدل فيها، وبناء إن أنت غيرت أي رقم كله هتغير. يعني لو جيت هنا مثلا وقلت له لا أنا عايز 22، قلت له انتر، في بعض الارقام هتغير لانه بيعمل اعاده حسابات. هقول له ريكالكوليت، لو في حاجات هتاثر هيبدا تاثر عليه. بعد كده هتدخل بقى في التمبريتشر رينج، كل شهر من شهور درجات الحراره هتبقى عامله ازاي. نيكست. طيب هتدخل بقى في يبدا بقى يخش لك في الدراي والويت، الريزيدنشال رينج، السكاي كفر رينج، الرياح، الجراوند تمبريتشر، الدراي، كل شهر من شهور بيبدا ان هو يعمل لك اناليسيز فيها كلها. السن شادنج، السن تشارت، كل الحاجات دي تقدر ان انت تقراها وهتلاقيها سهله، يعني لان هو بيقول لك هنا الشهور، هنا كذا، هنا كذا، 3 دي تشارت، وبعد كده دي الخريطة السيمكوتريه. هو بيعمل لك شرح ليها،
وهنا بقى بيقول لك نصائح معينة لتحسين التصميم، كل واحدة فيهم لو دوست عليها هيبدأ يقول لك إن أنت عشان تعمل تصميم كويس صديق للبيئة محتاج إن أنت تعمل إيه في السيلينج مثلا، الروف المفروض أحسن حاجة تبقى معمول إزاي، وليك إن أنت تطبع أي حاجة منهم تمام، وليك إن أنت تدخل على الموقع ويشرح لك الحاجة دي بتتعمل إزاي، هتعزل الروف إزاي، هتعمل كل الروف إزاي، لو أنت عايز تعمل باسيف سولار الاتجاه هيبقى عامل ازاي للمدينة بتاعتك دي. طيب لو حد عايز الاكونت ده بتاع لينكد ان تمام، فالبرنامج سهل جدا في الاستخدام، مجرد ان انت بتحمل الملف اللي انت عايزه وتقدر تعمل الاناليسيس، وحطيت لكم شوية فيديوهات قيمة ان شاء الله، واتمنى انها تكون مفيدة بحيث لو حد عايز ان هو يتعلم اي برنامج. احنا ذكرنا اهميه البرامج بس ما فيش وقت ان احنا نشرحهم كلهم، فالشرح هتلاقيه في الفيديوهات اللي احنا حاطينها، وان شاء الله زي ما اتفقنا الاسبوع كله ان شاء الله هيبقى فيه محاضرات قيمه، وناس هتفتح عينينا على اهميه ان احنا ناخد خطوه جديده في مجال البيم. يعني البيم مش لا ممكن بقى تشوف بقى ازاي نبرمج جوه البيم، ازاي نربط بين البيم والجي اي اس، ازاي ان احنا ناخد خطوه اضافيه جواه من اول النهارده وبكره وبعده والحاجات دي 8 ايام تمام. هحط لكم برضو الرابط اهوت بتاع الورك شوب اهو، الورك شوب هي دي تابعوا معانا، لو حد عايز برضو يتابع ده جوجل كاليندر اهوت تمام، اديكوا رابط دوس عليه هتبقى يجي لك تنبيه على طول ان في حاجه مهمه النهارده. خليني اجربه فيها من الاول، ده في هيجيب لك تنبيه ان النهارده في محاضره الساعه كذا، في علامه زائد هنا دوس عليها هيضيفها عندك في جوجل كالندر بتاعتك تمام، فدي هيبقى كل يوم يظهر لك كده ان في محاضره النهارده هفكرك بقى قبليها بنص ساعه يعني. تمام طيب، في اي حد عنده اي اسئله او اي اقتراحات او عايز يشتم مفيش مشكله خالص تحت امركم. طيب لو مفيش أسئلة أو مفيش أي مشاكل خلاص يعني، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله كل خير، شكرا للحضور، وإن شاء الله تابعوا معنا المحاضرات الجاية بإذن الله. ما تنسوش تعملوا السجل بتاع الحضور، لينك الحضور اهوت. السلام عليكم.